الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. الحقيقة أنا أتصور أن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة والعظيمة جدا في فضل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، رغم أن الأحاديث التي وردت في فضائل الإمام كثيرة جدا، ورغم أن الإمام لا يحتاج إلى من يعرفه، هو بنفسه يعرف ذاته. الذهب لا يحتاج إلى من يعرفه، هو يعرف حقيقته. الجوهر لا يحتاج إلى من يعرفه، هو بنفسه يدل الناس عليه. الإمام أمير المؤمنين لا يحتاج إلى من يعرف. الشمس معروفة بالعين والأثر، فالإمام لا يحتاج إلى من يعرفه، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعايش أناسا كانوا بحاجة إلى أن يقول النبي ويقول ويقول في فضل الإمام، حتى يأخذوا بشيء من الإمام أو لا يأخذوا. هذا الحديث أتصور رغم أننا نسمعه كثيرا ونقوله كثيرا، ولكني شخصيا لم أكن في الفترات السابقة أفكر في محتواه كما ينبغي، لأن هذا الحديث يشير إلى معنى عظيم وعظيم جدا. هنالك شيء اسمه المقياس، كل شيء له مقياس. يوجد شيء معين اسمه المتر، هذا المتر تقاس به المساحات، يقال هذه الأرض كذا مترا، 50 مترا، 70 مترا، هذه الأرض كيلو متر مربع، هذا القماش 5 أمتار، هذا الجدار ارتفاعه 3 أمتار، هذا الإنسان طوله 1.70 متر مثلا. إذن المتر مقياس للمساحة. عندما نريد أن نعرف مساحة أي شيء نعرف مساحته بالمتر. هنالك شيء آخر اسمه الكيلوغرام، كيلوغرام مقياس للوزن. مثلا هذه البضاعة 5 كيلوات، هذا الإنسان وزنه 60 كيلو، وهكذا. فالكيلو يأتي مقياس، لماذا؟ للأوزان، الأشياء التي نريد أن نعرف وزنها نعرف وزنها بالكيلو، المساحة نعرفها بالمتر، الوزن نعرفه بالكيلو. هنالك توجد مقاييس غير مادية، مثلا مقاييس عندنا للعلوم وللأفكار، وأن هذه الفكرة خطأ أو هذه الفكرة صواب. علم يوجد اسمه علم المنطق، يقال هذا العلم ميزان العلوم، بمقتضى هذه القواعد الواردة في هذا العلم نقيس الأفكار، فنقول هذا الفكر صواب وذلك الفكر خطأ. مثلا يوجد في الفقه مقياس للفقه اسمه القرآن أو اسمه السنة، مثلا كل حكم يوافق القرآن صواب
لا يوافق القرآن غلط. الدين له مقياس، الكتاب السنة، كل شيء من الدين يوافق الكتاب والسنة صح، كل ما لا يوافق الكتاب أو السنة خطأ. إذن لكل شيء مقياس، المقياس يعرف الأشياء، المتر يعرف مساحة الأشياء، الكيلو يعرف وزن الأشياء، المنطق يعرف صحة الأفكار وخطأها. لا يقال هذا المتر كم يساوي من القماش، لا يقال هذا الكيلو كم يساوي من البطيخ، لا يقال علم المنطق كم يساوي من الأفكار، لا يقال القرآن كم يساوي من الأحكام. لماذا؟ لأن المقياس يحدد كل شيء، وسائر الأشياء لا تحدد المقاييس. طيب، هنالك مقياس اسمه الحق، هذا الحق مقياس لكل شيء. يتكلم إنسان فنقول له معك الحق، نعطيه الحق. يتكلم إنسان آخر فنقول له ليس معك الحق، فبالحق نحكم على هذا الإنسان لصالح ذلك الإنسان. إنسان قد يأخذ مال فنقول له معك حق أو ليس معك حق. قد يقتل شخص شخصا آخر فربما نقول له معك الحق لأنك قتلت عدوا، وقد نقول له ليس معك الحق لأنك قتلت بريئا. بالحق نحكم على هذا وذاك، بالحق نأخذ المال من هذا ونعطيه إلى ذاك، بالحق نأخذ الأراضي من رجل نعطيها لرجل آخر، بالحق نحكم بالسجن، ربما يحكم على فرد بالموت لأن الحق يفرض عليه الموت لأنه قتل بريئا مثلا. الحق إذن مقياس لكل شيء. إنسان يتكلم في الدين نقول له ليس معك الحق أو معك الحق. الحق مقياس لكل شيء. هذا الإنسان منحرف وهذا مستقيم، من أين نعرف؟ نقيسه بالحق، نجد هذا مع الحق وذلك ليس مع الحق. إذن الحق مقياس لكل المقاييس. في الحديث بالحق قامت السماوات والأرض، السماوات والأرض قامت بالحق. إذن الحق مقياس لكل المقاييس. فإذن هذا المقياس يلزم أن يبقى فوق كل شيء، يقيس كل شيء ولا يقاس هو بأي شيء آخر. إذا كان الكيلو لا يقاس بالبطيخ، إذا كان المتر لا يقاس بالقماش، فكيف يمكن أن الحق يقاس بزيد أو بعامر؟ هذا لا يمكن. هذا المقياس الذي يقيس السماوات والأرض، يقيس الأفكار، يقيس الأعمال، يقيس الأشياء، يقيس الأعراض والدماء والأفراد وكل شيء. لكن النبي في هذا الحديث يأتي فيقول هنالك يوجد مقياس فوق الحق، ومقياس للحق هو واحد منا اسمه الإمام علي، علي علي مع الحق والحق مع علي. هذا شيء بسيط بالنسبة إلى بقية الحديث، لكن البقية ماذا تقول؟ يدور معه حيثما دار. إذن العمود الفقري هو الإمام علي، والحق يدور مع الإمام كيفما دار الإمام.
فإذا أصبح الإمام مقياسا للحق الذي هو مقياس لكل المقاييس وميزان لكل الموازين. هذا الحديث عندما نفهمه بهذا الشكل أن كل شيء خاضع للمقاييس وكل المقاييس خاضعة لشيء أعلى اسمه الحق، الذي هذا الحق يحكم على كل شيء ولكل شيء. هذا المقياس الأعلى الذي به قامت السماوات والأرض، به بعثت الأنبياء، به نزلت الكتب، به يتحقق كل شيء في الوجود. هذا المقياس يأتي فيخضع لرجل اسمه الإمام علي، فيصبح هو الإمام علي مقياسا لهذا الحق الذي يحكم لكل شيء وعلى كل شيء. عندما نفهم الحديث بهذا المعنى نجد أن النبي عبر عن معنى عظيم وعظيم جدا. هذا الكلام لم ما قيل ولا يمكن أن يقال لأي شيء، لأن الحق فوق كل شيء. وهنا يأتي الحق فيدور معه حيثما دار. ليس الحق إذن مستقلا، إنما الحق تابع، والمتبوع هو الإمام علي. الإمام كيفما يتحرك فالحق أوتوماتيكيا يتحرك معه، فلذلك أمو مجرد تابع. الحق ليس مجرد تابع، وإنما تابع أوتوماتيكي إن صح التعبير، لأن يدور معه حيثما دار. مو مجرد تابع في خط، إذا مشى في هذا الخط يمشي هذا خلفه، لا، إنما الإمام حر أن يمشي كيفما يشاء، والحق يضطر أن يدور معه ويتبعه أينما ذهب الإمام علي. كما في حديث آخر النبي التفت إلى بعض أصحابه، إلى أبي ذر، وقال: يا أبا ذر، إن سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك أنت الوادي الذي يسلكه علي.